السياسي صحيح انه هو سيرة شخصية، ولكن الحياة اللي عشتها خاصة من الطفولة بتاعي في الاسلام السياسي السني وانتقالي للاسلام السياسي الشيعي والعلاقة التي موجودة بين الاسلام السياسي السني والشيعي بل بين كل الحركات الاسلامية السياسية هي علاقة وثيقة، وهناك تعاون، والاختلاف بتاعهم مجرد اختلاف صوري، ولكن الهدف هو واحد، من الأكثر راديكالية والأكثر إرهاب إلى أكثر تفتح وأكثر ما يسمى بالمعنتها مسالمة وما يستعملوش العنف. كلهم يصبوا في نفس الاتجاه، هو سيطرة الإسلام على منطقة ما يسمى شمال افريقيا والشرق الاوسط كمرحلة اولى، ثم السيطرة على العالم الاسلامي ما يسمى بالامة الكبرى او ما يطلق عليه امة 1500 مليون مسلم، ثم في مرحلة ثالثة هي السيطرة على العالم. الاسلام ليس مجرد ايديولوجية، الاسلام ليس مجرد دين، بل هو دين وايديولوجية، وعنده أهداف إمبريالية وعنده أهداف عالمية. الكتاب صحيح كما قلت يحكي قصة حياتي الشخصية وعلاقتي بالإسلام السياسي ومعرفتي بالإسلام السياسي، ولكن في نفس الوقت يحكي على نقطة مهمة، كيف أن الإسلام كإيديولوجية وكنظام للحياة الذي تسير الفرد والمجموعة والأمة، الهدف متاعه الأساسي هو إخضاع الإنسان للإرادة والإيديولوجية الإسلامية. فلهذا أنا أعتبر الإسلام السياسي، وعندما أقول الإسلام السياسي أقول الإسلام المحمدي، يعني كما ظهر في الجزيرة العربية خاصة بعد الهجرة. هذا الإسلام، البعض يقول إن الإسلام ليس دين عنف، ليس دين سياسة، ولكن هذه مذاهب ظهرت بعد محمد. صحيح إن الإسلام الذي كان في مكة كان نوعا ما مسالم، ولكن الإسلام الذي ظهر في المدينة والذي دخل مكة لم يقل لهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولم يقل لهم لكم دينكم ولي ديني، وإنما قال لهم شيء واحد، إما الإسلام إما الجزية يا إما السيف. هذا واضح في الفتح مكة. إذا نوصل إلى نتيجة ملخص الكتاب، كيف الإسلام يخضع ويدمر الفرد كفرد، ويدمر الأسرة، ويدمر الأسرة الكبيرة، ويدمر القرية، ويدمر البلد، ويمكن أن يدمر العالم أجمع. فهو خطر حقيقي على البشرية، وأنا أتكلم هنا ليس على المذاهب الإسلامية التي ابتعدت عن الإسلام المحمدي، وإنما أتكلم على الإسلام المحمدي الذي هو يعتبر الإسلام الحقيقي، والإسلام الحقيقي في الحقيقة هو الإسلام الموجود في المصادر الإسلامية من القرآن والسنة والأحاديث والتاريخ. لو نريد أن نطبق هذا ذلك الإسلام الذي موجود في الكتب، فإنها مصيبة عالمية وحقيقية. ولهذا الحركات الإسلامية أينما وجدت فهي عدوة للإنسانية وعدوة للتطور وعدوة للتقدم، وهذا ما فعلت حركة الاتجاه الإسلامي وكل الحركات الإسلامية الموجودة في تونس من أجل منع تونس للحاق بركاب الحضارة. إذن لخص الكتاب في نقطة واحدة، في نقطة واحدة، إن مادام هناك إسلام سياسي ليس هناك تقدم، لا في المجال الاجتماعي، لا في المجال الفكري، ولا في المجال الاقتصادي. الدين يجب أن يكون فردي،
لكل إنسان المعتقد نتاعو في الداخل نتاعو لا يتدخل في السياسة، بل أكثر من ذلك لا يجب أن يتدخل في المجتمع ولا أن يؤثر على الأطفال في تربيتهم. هذا هو ملخص الكتاب. Thank you.